ما تنساش بأن كاين واحد النصائح مزيونين بزاف غيصلحون ليك انت ولا كنتي في اسبانيا بلا اوراق اولا كنتي كتفكر تجي من المغرب. شوف فيديو حتى الاخر وتحياتي لكم، وما تنساوش دير واحد اللايك، راكم ديما عزاز عليا. لايك لايك اوكي، اجي معايا. السلام عليكم، تحياتي خوتي، تبارك الله عليكم، راكم ديما في القلب وراكم ديما في البال. شكرا على لي لايك ديالكم خوتي، والله شكرا بزاف. شكرا على لي بارطاج ديال الناس اللي كيبارطاجيو فيديوز ديالي، حيت ملي كندخل لوشرش ديال اليوتيوب كنجبر الواتساب وفيسبوك بزاف الناس كيبارطاجيو لي فيه الفيديوز ديالي. تحياتي لكم والله العظيم. المهم جيت نحط النقاط على الحروف، جيت نهضر مع الناس اللي البارح كتبوا لي في ديك الفيديو اللي حطيتو، بغيت نردكم نجاوبكم على هذيك الكومونتاريات ديالكم. الناس اللي كيكتبوا كومونتاريات كيقولوا لي بان راه الخدمه ما يما ملي تخدم مع الناس مثلا بلا اوراق ما عندك شي ارضه ما عندك شي طاطات. خويا ولا كنتي كتفهم في القانون راك عارف القانون ديال اوروبا، ياك راك كتخدم في الحر ما عندكش الحق تعمل شي حاجه. وما عرفتش علاش زعما هاد الكومونتاريات كتكتبوه، وكتكتبوا ديك الكومونتاريات بحال اللي كتستهزئوا بنادم ماشي بيا انا. نو كنقول لك زعما انا لاحظت، ولكن تحياتي لخويا حمزه، وبزاف الناس راه جاوبوكم في الكومونتاريات، راه الناس ردوا في عيوتي انا بلا ما نهضر. غير جيت نوضح لك بعض الحاجات. اول حاجه انا في اوروبا، ما عندك الحق دير حتى شي حاجه قانونيه. اسبانيا عطيك الحق دير كارت الطبيب، اسبانيا عطيك الحق دير شهاده السكنه واخا ما عندكش الاوراق، اسبانيا عطيك تاخذ ديك المساعدات ولا قدرتي مثلا كاينين الناس يوريو لك هادشي اللي عطيك اسبانيا. اسبانيا عارفك انت كتخدم بالاوراق ماشي ما عارفكش. الاتحاد الاوروبي كامل عارفين هادشي هذا، ولكن ما كيجيوش مباشره يقول لك حنا عارفينك بان انت كتخدم بالاوراق. نو كيعطيوك واحد الفرصه، انت راك خدام، حصلتي راه غادي تعاقب، ما حصلتيش انت راك جايز. باش تجي انت تقول لي ولا ما خدمتي شي ما غدير شي ارضه، او هذاك ولا خدمتي بلا اوراق ما يديروك شي ارضه ويحرطوا عليك ويعملوا عليك. انا نجاوبك على هذا السؤال هذا، وانا عارف الناس اللي كتبوا هاد الكومنتاريات هادو عايشين في المغرب، اسمعني مزيان ما كنقصد حتى واحد، انا كنقول كنجاوب الناس كاملين اللي كيهضروا. اول حاجه هنا في اسبانيا ولا كنتي ما كديرش المشاكل ولا كنتي ماشي الطريق ديالك مزيانه راه ما يأديك حتى شي واحد، هادي ديرها في بال ديالك. انت راك ما عارفش قانون اوروبا، انت راك سامعي على ارطا سامعي على هذيك طاطا صافي. المهم كيما كتشوف البوليس هما كازو قدامي دا يضربوني في شي ولطه. المهم ما تنساوش بان راه هنايا ولا ما درتيش مشاكل ولا ما قاسك حتى شي واحد هما كازو حدايا بلا مسكاريه ما هضروش معايا شافوا فيا والله. المهم اول حاجه اخوتي تبع الطريق ديالك وما تادي حتى شي واحد، وملي غتخدم راه غتخدم بدون قانون ولا ما عندكش الاوراق راك كتخدم في الكحل عامله في البال ديالك. وملي تيلا تخدم في الكحل يعطيك 50 اورو في النهار راه ما يحرضش عليك، تخدم 7 ولا 8 ساعات راه ما يحرضش عليك. الحرط هو اللي كاين في ديك الارض اللي انت عايش فيها ولا انت ولا الناس اللي كتكتبوا لي الكومنتاريوس تما اللي كاين الحرط اللي كتخدم حتى نهار كامل ب 8 اورو 5 اورو 10 اورو. ما تجي تقول لي انايا كيحرطوا عليكم، هنايا هنايا ما كاينش اللي حرط عليك، هنايا هنايا خدمتي دي قانون دي خلاص ديالك، ما خدمتيش ما غاديش هنا بلاد القانون. اه حقا كاين بعض الراسيست، بعض النصارى راسيست، وكاين بعض المغاربه ديالنا راسيست، ما تنساهمش يا عامله في بالك، حيت كيما كان النصراني راسيست ما غاديش ياكلك كيما ياكلك ولد بلادك. داكشي علاش ما تحاولش تقول شي حاجه في كومنتاريو مادام انت ما كتعرف فيها والو، هادي بلاد القانون. درتي شي حاجه غادي تعاقب، ما درتيش انت راك شاد الطريق ديالك. انا عندي علين عامين هنا في اوروبا، ما عمري في حياتي موقف عليا مغزل، عمري في حياتي ما بصمت في هاد الارض هادي. باش تجي انت تقول مثلا راه كيحرطوا عليكم راه خدمه بلا اوراق ما كايناش في اسبانيا، ما نعرفش ني اسبانيا فيها الخدمه، ولكن هاد الوباء هو اللي مزيرها. حنا ما عندناش مشكل مع حتى شي حاجه، لا مشكل عندي انا حاليا، عندي مشكل مع الناس الكومنتاريوس والله العظيم. كومنتاريوس كيطيحوا لك المعنويات اكثر من الناس اللي كيدايو معاك، ولكن انا لاحظت مؤخرا الحمد لله كومنتاريوس ولاو كيتمسحوا اوتوماتيكو في الخفاء، حيت كاين الجيش الطنجاوي في الخفاء عنده ادمين. هادشي اللي كاين اخوز ديالي، جيت نجاوب هذيك خانة على كومنتاريوس واحد خيتي شي 6 ولا 7 فيهم، جيت نقول لكم بان هنا تخدم ما كاينش اللي هذيك تقدر تخدم. هنا كاينين الناس كيخدموا نهار على نهار كيشد 1000 و 1300 اورو في الشهر وعايش مدخن عادي بالنسبه لي انا عادي، وكل واحد كيجي له رزقه. داكشي علاش ما تحكم حتى شي واحد. اوروبا كامله فيها 90% ديال المهاجرين اللي كيخدموا بلا اوراق، 90% ديال المهاجرين اللي كيخدموا بلا اوراق. عملها في بال ديالك انت اللي كتهضر من المغرب وكتكتب كومنتاري وخصك تجينا هنا وتحكم. وعاد كيقول لك واسبانيا ما عرفتش شنو هي كدير القانون 3 سنين، وملي كتكمل 3 سنين كتدفع كيرفضوا لك. ما خصكش تزرب، راه كتكتب شي حاجات اللي انت بلا وعي ديالك. ملي المره ملي تبغيو تكتبوا شي حاجه فطروا مزيان كلوا مزيان ردوا الوعي ديالكم عاد تكتبوا. الناس دات الوراق ديالها على 3 سنين زيتي تقول لي طاطا زعما انت هو
بيدرو سانشيز عندك صاحبي، خصكم تحكموا الناس وهذيك وتقدروا الناس. حنا الحمد لله ما بقينا والو، كبرت 3 سنين ديالنا. داكشي علاش الانسان ما خصوش يزرب. انا بالنسبه لي انا الحياه ماشي هو الورق. بالنسبه لي انا كنشوف المستقبل ديال الانسان ماشي هو الورق. حقا الورق عندهم واحد 50%، ولكن اسمح لي يقدر يكون عندك الورق ما تكونش عندك كتاف الخدمه، راه ما عندك ما دير بالوراق. داكشي علاش كنقول لك الورق ماشي هو كلشي، ولا عندك دراع الخدمه راه تخدم بالوراق ولا بالوراق. غير هو انا ما جبرتش. داكشي علاش ما تحكمش على بنادم. وهنا في اسبانيا دير بروفات ديالك ديال 3 سنين، كل 5 شهور 6 شهور عاملوا لاني نو باسانادا، عاملوا لاني تقدر دير فيها واحد البروف، مثلا دير شهاده السكنه وتبدل فيه الباسبور، ما كاينش مشكل. عام ثاني وثالث خص ضروري يكون عندك فيه بزاف د الحاجات. عام ثاني خص يكون عندك فيها الطبيب، مدرسه، واخا ما تقراش فيها مهم كتسجل فيها تقرا فيها واحد 3 شهور بعد ولا شهرين مدرسه. وخص يكون عندك بروف ديال الطبيب ديال المترو، كارطه ديال المترو. هادو كيساعدوك في العام الثاني. في العام الثاني خص يكونوا عندك جميع هاد المواصفات اللي كنقول لك دابا. وفي العام الثالث خص يكون عندك بروفات مجهدين بزاف، حيت هما هنايا كيركزوا بزاف على ما كيركزوا. كيركزوا لك على عام الثاني والثالث. علاش؟ حيت كيقولوا عام الثاني والثالث اغلبيه المهاجرين كيخرجوا من هنايا ما كيكونوش هنا في اسبانيا، واغلبيه عندهم فيزا. كيكون عندهم فيزا كيجي كيدير شهاده السكنه كيطلع يهود. هذا راه ما خدامش يا ولد عمي. يقدر يعطيوك الاوراق 3 سنين ومن بعد ملي يحصلوك فشي 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 ملف ولا شي حاجه راه غيحيدوا لك الاوراق. راه وقعت بزاف الدراري راه ملي كيعيقوك كيوليو يرجعوا، راه يزوغي اسم ديالك يمشيو للقصوريه غيعرفوك ديك 3 سنين واش داخل خارج، واخا تبدل الباسبور. وانا كنصحكم بهذه القضيه هذه، راه بزاف الدراري كيطيحوا فيها. انا هذا الفيديو درته غير باش ننصحكم بهذه الحاجات، راه ما خصكمش ديروهم. وكاينه بعض القضيات اخرين، اولا بحال دابا انا كنطلع لبلجيكا مثلا، كنطلع لبلجيكا مثلا ما غنهاوتش مثلا 8 شهور او عام وما غندير حتى بروف في اسبانيا. ما يمكنش، خصني ضروري كل 4 شهور 3 شهور خصني نهاول، ولا قليلا نخرج غير بروف في مدرسه وهذيك الطبيب، نخرج ورقه بان مشيت للطبيب، ونخرج بزاف ديال الحاجات. داكشي علاش كنقول لك دير الحاجات اللي غتستافد منهم وما تقابلش الناس. كل واحد يخلص الله. وانا ما كنقابل حتى شي واحد داخل سوق راسي كما كتشوفوا، هادشي اللي عطى الله. وكل واحد كما قلت لكم، والله انا فشلت في البويبلو هذا. والله دابا هاد المواضيع عطيتهم لكم غير باش ننصحكم، حيت انا القناه ديالي فيها كلشي، كندير فيها اي حاجه. ما عملتش طنجاوي بلوغر اولا محمد بلوغر، انا عملت طنجاوي في الغربه كي تما كنعبر في الحريه ديال القناه ديالي. اللي كيعرف قناه اليوتيوب راه كيفهم. ولا عندك محمد بلوك راه خصك تبلوك فقط، ولا عندك اسمك الشخصي اولا اسم فردي خصك دير محتوى اللي انت مرتاح له وحتى الناس اللي كيتفرجوا فيه. عليك شي علاش؟ ولا عندك قانون 3 سنين وما عندكش مشاكل في المغرب وما عندكش المشاكل في اسبانيا، راه غدير الوراق. ولا ما عندكش المشاكل في اسبانيا وعندك المشاكل في المغرب، حدود عندك 70% تقدر دير الوراق. ولا عندك المشاكل ضرب وجرح هنايا ورفضوا لك الوراق، وما تجيش تطبق راسك على واحد اخر نقي وما عندوش حتى بصمه في اوروبا. حيت انا في اوروبا ملي كتجي تدفع الوراق وكيشوفوك بان انت 3 سنين في اوروبا وما عمرك بصمتي، راه كيجيبوا الوراق في بلاصه. خصك تعمل هذه القضيه في راسك. 3 سنين عندك هنا في اسبانيا وما عمرك دابسي وما عمرك سرقتي وما عمرك كيستي شي واحد، راه اوتوماتيكو كيعطيوك الوراق ديالك ديال العام، كارطة عام. وخصك تخدم عليها 6 شهور ديال سيغور وديك الشيء هذاك الدخل، وكتبدل عامين، وكذلك تخدم عليها عاود 9 شهور تخدم عامين اخرى، ومن بعد تخدم عليها يعطيوك ديال 5 سنين. ديك الساعه خصك تخدم، حيت شحال من واحد كيقول لك نشد 5 سنين الساعه عندي الحق نجلس. نو، جيتي لهاد الارض من اجل دير شي حاجه، ماشي من اجل تنعس باش تدي ايودا وتدي المعاونه. كنقولها لك، انا كنهضر مع الناس اللي باقيين بداو في الوراق، مع الناس اللي عندهم 5 سنين وبدلوا 10 سنين وكذا، هذيك ماشي مشكل عادي. كي تما راه درا واحد التيمبو ديال الخدمه، كي تما راه دار المجهود ديالو. داكشي علاش عندك الوراق اولا ما عندكش الوراق، الدراع هو كلشي. ولا عندك الدراع راه غادي تجيبها، ولا ما عندكش الدراع وخا تكون عندك جنسيه اسبانيه، راه تبقى ديما مريض، ديما كتشكي وديما كتبكي. انا الحمد لله حتى ولا كنت كنشكي كنشكي الله، ما كنشكيش نموت شي واحد. انا هنا كنقسم معكم الحياه ديالي، وكنبين لكم بان اسبانيا ماشي جنه، المغرب ماشي راحه. هادشي اللي كاين وفهموها كيما بغيتو. اسبانيا ماشي جنه خوتي، واستغفر الله العظيم على الكلمه هذه. اسبانيا مجرد واحد الارض اللي تقدر تعدل فيها المستقبل ديالك، ولا عرفتي كيفاش دير. ولا ما عرفتيش كيفاش دير في المستقبل ديالك، راه ما عمرك دير شي حاجه، غتبقى ديما اللور اللور. انا جيت من اجل الهدف، ولكن في 2021 عاد ولا عندي اهداف. هادشي اللي كاين، وهذه رساله لاي واحد
كيقول لك الطنجاوي انت ماشي مزيان، ما عنديش مشكل حيت ما يمكنش كاع الناس يشوفوني انا مزيان، كاين بعض الناس اللي غيشوفوني انا ماشي مزيان، ولكن كان واحد يكون في هذه القناه هذا مع المده غادي يبان لكم شكون انا. السلام عليكم.